اطلقنا موقع جديد بالكامل لبيع وشراء السيارات. خبي الاسهل علينا. تمام اكمل العناوين. اطلقنا موقع جديد واول سياره اختبرناها بعرب جي تي. تخيلوا هذا السؤال قوي جدا. سيارات الكهرباء تتعدل ولا ما تتعدل؟ هاي راح تكون ابرز النقاط راح اتكلم عنها بدردشه اليوم. ما تفوتكم حلقات دردشه اللي فاتت، ما تفوتكم حلقات الشباب سبيشال كار والجيمنج وايزي ميكانيك تست درايف وتست درايف وسبيشال كار. وخلينا نبدا الدردشه الحلقه الثالثه. يلا حركات اكشن. السلام عليكم ورحمة الله، حلقة جديدة من دردشة الحلقة الثالثة. ما شاء الله الحلقات الدردشة عم بتجيب فيوز، حبينا سكرنا 100,000 الحلقة الأولى و101,000 الحلقة الثانية. نحن صراحة طماعين بحبايبنا جمهورنا. هاي الحلقة بتجيب كم مشاهدات؟ هم الكريمين حنستاهل إن شاء الله يا رب. إن شاء 200. الله بدي تشدوا همتكم بإيزي ميكانيكس. إيزي ميكانيكس إيزي ميكانيكس برنامج صعب يعني دقيق جدا جدا جدا، بس بكل صراحة المشاهدات لا ترضي. انا زعلان. شوف هو المشاهدات اعتقد انه على المدى الطويل لانه برنامج ميكانيك، فهذا بده عشاق سيارات يعني. بس ما انا بتحمل الكل، الكل بيستفيد. والله هو الكل بيستفيد يعني. مو بس انا الفكره من البرنامج هذا الكل بتحب السيارات ما بتحب السيارات، بس عندك سياره فلازم تعرف. الحلقه الجايه من ميكانيك بسيط نتكلم عن السلندر هيد على راس الماكينه، راس المحرك. يا راس المحرك هذا كثير صعب، الكام شافت والقطع وكله والصبابات. عندنا في اسئله ميكانيك هلا جاي. يلا جاهزين ادخل. استنى قبل ما نحكي بالميكانيك نبدأ بأسئلة. طبعا أجانا تفاعل رهيب جدا على منتدى عرب جي تي. اللي ما شارك بالمنتدى ما بيعرف عن الموضوع، شوف الرابط أمامك ask.arabgt.com، منتدى خصوصي لكل متابعينا، لكل عشاق السيارات بكل مكان. أي أسئلة أي استفسارات موجودة عندكم اسألونا، وإنتوا الجمهور نفسه بدنا نشوف مواهب الشباب، خبرات الشباب. والله تطلع في شباب بالمنتدى بحوش. في شباب، وطبعا عمي طبعا فئات مختلفة للشباب. بإمكانك تصير أنت بالفئة البلاتينية إذا بتجاوب على عدد أسئلة كبير، الفئة الذهبية، الفئة الفضية والفئة البرونزية والأعضاء الجدد. وصلنا سؤال يا جماعة، طبعا اليوم عندنا أسئلة قوية جدا، لضروري تحضروا الحلقة هاي للآخر. أول سؤال عندنا يا شباب، رأينا بمحركات الجي دي آي من الصناع الكوريين، تحديدا صاحب السؤال سائل عن الكيا سورنتو تحديدا. طبعا في جواب رهيب من الأخ نهار محمد، بدنا نشكر نهار محمد لانه اجاباته ما شاء الله تفاعله رهيب على المنتدى. محرك الجي دي اي مين بيجي؟ طيب بداية هلا انا راح ادخل على الموضوع بشكل خلينا نحكي نجزئه منيح. سؤال قوي، الجي دي اي والكيا سورنتو لحال. اوكي الجي دي اي شو يعني؟ هي محركات الحقن المباشر، هي اختصار لغازولين دايركت انجكشن، يعني الحقن المباشر للوقود. هلا قبل نحن بنتكلم في الثمانينات وقبل يعني لبدايه التسعينيات، كان عندك كيف المحركات تعمل، كيف يتم خلط الوقود والهواء عن طريق المكربن او المصطلح المتشهر المشهور جدا الكربريتر. تمام يكون عندك في حوض، بيتم عندك شفط الهواء، فبيتم من خلال عمليه شفط الهواء بيتم ضخ وقود. تمام بيتم خلطهم بهذا الحوض من خلال الكربريتر وضخهم لغرفه الاحتراق. تمام هذه العمليه كانت اوكي جيده، بس انه في مثلا وقود مثلا في تاخير بعمليه الاحتراق شوي، بنفس الوقت عندك انت ممكن وقود ضائع. تمام فما كان في يعني، ففكروا اكثر شيء الاوروبيين كيف نعمل طريقه جديده نوفر فيها وقود ونطلع قوه افضل وعمليه احتراق اسرع. تمام فحكوا ليش ما نحن نحقن الوقود بشكل مباشر في غرفه الاحتراق. طب كيف؟ جابوا شيء اسمه البخاخات او اللي هم الفيول انجكترز وحطوهم بشكل مباشر على غرفه الاحتراق، بس يتم ادخال الهواء، بيتم رش الوقود بشكل مباشر على الهواء، فبيتم هذا الخليط تشكيله يعني، بعدين بصير عندك الاحتراق او الانفجار في غرفه المحركات. هذا الشيء اعطاك انت سرعه خلينا نحكي حرق وقود، سرعه محرك اكثر، قوه حصانيه اعلى، توفير وقود، لانه خلاص الوقود توجه بشكل مباشر للمكان الصح. هذا الشيء صار او هذا الشيء بشكل عام جي دي اي، وظهر بدايه التسعينيات وصار شركات سيارات كثير تستعمله كلهم. اوكي هلا ككيا ولا هيونداي بشكل عام كصناع كوريين، محركاتهم اثبتوا نفسهم انه محركات خلص صارت كويسه، ولكن وصلوا منطقه انه انا مقارنه بالمحركات المنافسه سواء كان يابانيه او حتى لما نتكلم عن مازا مثلا سكاي اكتيف ولا عندك نيسان ولا هلا تويوتا شوي محافظه هي وميتسوبيشي، بس محركات اثبتت نفسها بالعمليه والقوه. تويوتا رايحه اكثر بالميراي بالضبط هيدروجين وكذا، عرفت كيف؟ اوكي اثبتوا نفسهم ولكن شافوا انه انا متاخر شوي عن بعض المنافسين خصوصا مثل ما ذكرت مازدا او حتى الامريكان. فهون هيونداي وكيا قالوا لا نحن لازم شو نشد حالنا شوي نطلع محركات جديده، وهذا شفناه بالستينجر مثلا 3.3 توين تيربو، محرك جميل صراحه ولكن لسه بحاجه لشويه تطوير عشان يوصل، ولكن جماعه شغالين صراحه. تمام في توضيح صغير ميكانيكي بالنسبه للجي دي اي، هو عباره عن لما انت تكون ماشي شوي شوي بتكون مضخه وقود واحده بتودي للمحرك، بحاله انت دوست فول في مرات بكون محطوط مضختين بترول، صحيح. فبصير كمية البخ مرات احنا بنعرف انه بس
الباستون بطلع بنزل مرات، لما ينزل الباستون على اخر البخاخ ببخ بخه، وهو طالع بده يضغط الهواء مع البترول ببخ كمان بخه، فبكون صحيح. معدل الاحتراق عالي جدا ممتاز، توفير بترول احسن زي ما قال كريم، قوه اكثر. اكيد تمام، اعتقد هاي تمام. وفي في طبعا عده اسئله، بس قبل ما نرجع للاسئله في عندنا خبر مهم جدا 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 للجميع. اطلقنا يا متابعينا الكرام موقع متخصص كامل جديد بالكامل، متخصص في بيع وشراء السيارات. موقع شو سميناه؟ سيارتي. فيش اسهل منك اسم سيارتي. هذا الموقع احنا نطمح انه ان شاء الله يصير من اكبر المواقع العربية في مجال عرض السيارات. اي شخص من اي دولة عربية بامكانك تعلن عن سيارتك للبيع، او بامكانك تبحث من ضمن الموقع وتشوف تشتري السيارات الموجود وتشتري سيارة. طبعا ميزات بالموقع انه بداية مجانا، حيظل مجانا، حيظل مجانا، ما في لا فلوس لا بتدفع فلوس ولا في رسوم ولا اي شيء. اي شخص برغب بشراء سياره بامكانك تزور الموقع. سيارتي راح يظهر امامكم هلا على الشاشه. الموقع فيه كل الاسواق الدول العربيه، فيه جميع العملات، بامكانك تشوف عمله بلدك، بامكانك تشوف السيارات بالاسواق الثانيه، وبامكانك ايضا في فلتر راح يظهر امامكم هلا على الصوره، بالفلتر بتحدد كم المسافه اللي ماشيه السياره، اي مدينه بدك السياره بالضبط، يعني الجير ما الجير الهيكل كيف بدك اياه، كوبي، كل شيء فيه، كل شيء فيه، بسيط سهل وسريع جدا. اسرع موقع راح تشوفه بحياتك لبيع وشراء السيارات. هذا اسرع موقع اشتغلنا عليه لمده طويله جدا، حطينا جهد رهيب على الموقع. كنا بصراحة ضمن الظروف الموجودة هلا كنا شوي بدنا نأخر إطلاقه، كان مفروض نطلقه في بداية رمضان، أخرنا شوي الإطلاق نظرا للظروف، بس هلا حكينا إنه خلاص يا رب توكلنا على الله. إن شاء الله إحنا جمهورنا إن شاء الله يشهر الموقع، ينشر الموقع. تجار السيارات اللي عندكم سيارات بالدول العربية كاملة وين ما كنتوا تكونوا، ضروري ايضا تتفاعلوا معنا على الموقع، تحملوا سياراتكم، الاشخاص تواصلوا معنا، ممكن نعمل لكم نحن طريقه زياده للدعم لسياراتكم بشكل افضل اعزائي التجار. واهم نقطه الكل بيسال عليها، سووا تطبيق، مساله وقت قبل ما نخلص كل المشاكل او الاشياء اللي بدنا نحدثها على الموقع، بعدين راح نسوي تطبيق، نحاولوا كله تطبيق، ما في داعي انه كل فتره فتره انه لازم تحدث التطبيق. نعطيكم فاينل فيرجن، النسخه النهائيه تكون 100% صحيحه ان شاء الله. ان شاء الله. موقع شو اسمه؟ سيارتي. سيارتي ما في ابسط من هيك، سيارتي دوت كوم. من الاسئله الناريه اللي وصلتنا اشياء عن سيارات الكهرباء، طبعا الشباب هلا بنسم بدنهم على سيارات الكهرباء، المستقبل شيء ما بينه المستقبل. والله الشباب سالوا في عندنا سؤالين قويين جدا على المستقبل وعلى سيارات الكهرباء. اول سؤال، هل سيارات الكهرباء راح تعتمد على المهندسين الميكانيك ولا على مهندسين الكهرباء؟ يعني شو المستقبل هلا؟ الاشخاص اللي بيرغبوا بدراسه هندسه يروحوا يدرسوا هندسه ميكانيك ولا هندسه كهرباء؟ لانه ملاحظين انه المستقبل ميال اكثر لسيارات الكهربائيه. هذا واحد من الاسئله المهمه جدا. شو رايكم؟ شو رايكم على الموضوع؟ انت جاوب. انا سيارات كهرباء كنا بنقاش قبل 3 4 ايام بهذا الموضوع. الموضوع هو ميكس بين مهندس كهرباء ومهندس ميكانيك. نعم. هو ميكانيك. عباره عن دمج بين بين التخصصين تبعون الهندسه، مع احترامنا للمهندسين الكهرباء ومع احترامنا للمهندسين الميكانيك. مهندسين الميكانيك يا جماعه شوي المستقبل امامكم ضبابي بنسميه، او لونه شوي رمادي راح يكون بالنسبه للسيارات، بالنسبه لقطاع السيارات تحديدا. قطاع السيارات، القطاعات الثانيه ما فيها اي مشاكل. المستقبل بالتخصص تبع الدراسه، ننصح اي شخص برغب في الدراسة يدرس هندسة ميكاترونيكس. هندسة الميكاترونيكس هذا التخصص بيشمل تخصص ميكانيك وأيضا هندسة كهرباء مع بعض مدبوجين. صحيح. هذا التخصص له مستقبل كثير كبير في مجال السيارات تحديدا. وأيضا من التخصصات يا جماعة البرمجة، الكودينج، ادرسوا برمجة. أي واحد بسمعنا لساته مقبل على دراسة الجامعة، هو مهتم في عالم الكمبيوتر والإنترنت، هذا هو المستقبل. البرمجة، تتعلم لغة البرمجة ولغة الكودينج، هذا له كثير مستقبل. ميكاترونيكس لها مستقبل كثير كبير أيضا، مش فقط بمجال السيارات، بمجالات متعددة في صحيح. حياتنا القادمة. بس نوضح نقطة جدا مهمة للجمهور، لا تظن انه انت اذا تخرجت الاول على الدفعة يعني انت احسن واحد مهندس موجود بصنع سيارات. الموضوع عبارة عن ممارسة، اخذ خبرات مكتسبة من اشخاص اخترعوا اشي وطوروا وحسنوا وسووا منتج نهائي. فالموضوع عبارة عن تراكمات، انت بتضل تحسن من حالك لحد ما تصير سوبر محترف. او انت تفكر باختراع انه هاي السيارة شو ممكن انا اخترع تكنولوجيا اطورها انه تحسن من اداء السيارات او اقتصادية السيارات او تسهيل بناء السيارات. فالموضوع مش بس انه انا اجيب 99 الاول على الدفعة، انا احسن مهندس، انا اذا بطلع على المانيا راح احطم المهندسين من شكل الموضوع. يسلموني ادارة مرسيدس قال لا لا. السؤال وراء كمان على الكهرباء، خلينا بما انه فتحنا موضوع سيرة السيارات الكهربائية والمستقبل، كيف سيكون مستقبل تعديل السيارات الكهربائية؟ هل هي برمجة فقط؟ راح يظهر امامكم السؤال هلا. اوكي،
سيارات كهربائية. الناس كلها بتفكر انه سؤال كبير كمبيوتر ولا لابتوب وببرمج وبزيد بزيد قوة كهربائية وبخفض قوة كهربائية. وهذا هذا نفس التخصص تبع البرمجة اللي كنا نحكي عنه، يعني هذا له مستقبل كتير كبير. بس هل التعديل، عالم التعديل، رح يكون فقط بالبرمجة؟ انا بشوف محركات او سيارات كهربائية يعني افضل شيء ممكن تعمله تعديل انت بدون ما تأذي سيارتك، خصوصا انه لسه التكنولوجيا تعتبر جديدة بعالم السيارات، ما في كتير ناس محترفة في عالم تعديل المحركات الكهربائية او الموتورات الكهربائية. افضل طريقه لتعدل وتزيد سرعه سيارتك هي عامل الوزن والانسيابيه، انك تخفف وزن السياره. وعلى فكره في دراجه اوكي المشكله ما بيطلع الصوت على الحلقه، لا مره صوت دراجه ما شاء الله على اغلب هايبوزا الصوت اوكي. الفكره انه السيارات الكهربائيه افضل طريقه حاليه للتعديل لتخفيف الوزن والانسيابيه. وشفنا اصلا في فيديو كثير مشهور لواحد عنده تسلا خفف الوزن وحاط كرسي الومنيوم خفيف، ولا ما هذا شو بسموه، يا دوب كيلو وزن الكرسي، يا دوب وزن كيلو، وطيران قاعد يدوس مع سيارات. هي كانت البي 100 دي طلع عن كم سياره، حتى ايلون ماسك سوى له ريتويت لهذا الشخص انه ابدعت ابدعت. وعلى فكره بما اننا نحكي على السيارات الكهربائيه، نزلت تجربتي للاودي اي ترون، اول سياره كهربائيه من اودي. اللي ما شاهد الحلقه راح تظهر امامكم بالرابط بالاعلى او بالوصف تحت بالاسفل، ضروري تحضروها ما تفوتكم. تكلمت شوي على التكنولوجيا وين رايحين الالمان بمنافسه شركه مثل شركه تسلا. طبعا هلا كثير من الشركات القادمه بقوه على الساحه، شركات كهربائيه غير تسلا كثير نازلين على الساحه بقوه، في راح يوصلوا على اسواقنا، راح ينتشروا بالاسواق العالميه. كنا ندردش انا واصدقاء لي على زوم، هلا زوم صار جزء من حياتنا اليومية. كانوا يسألوني سؤال، هم صراحة أصدقاء شخصيين، حكولي إنه هلا مع انخفاض أسعار البترول، هل الشركات العالمية راح تغض الطرف عن موضوع تصنيع سيارات كهربائية والهايبريد والهذا، ويرجعوا المحركات 8 سلندر و12 سلندر لأنه سعر البترول رخيص؟ مستحيل. هذا مسألة وقتية يعني. كيف بس يصير الترند سيارات الكهرباء أكثر من البترول، راح تشوف الحكومات تفرض ضرائب أعلى بكثير على سيارات الكهرباء، يقولوا لهم أنتم الريسايكلينج وإعادة التدوير تحت البطاريات، أنتم بتأذوا البيئة، نصبر ونعيش. راح تشوف الوضع. نسبة السيارات الكهربائية هلا حول العالم ما بتمثل 2% 3%، طبعا حسب، في دول زي النرويج مثلا اكثر سيارات يعني اسكندنيا، بس حول العالم لسه النسبه كثير ضئيله. هلا بفرضوا ضرائب على اصحاب المحركات البترول، راح تنعكس الآية مساله وقت، يعني اتوقع خلال 70 80 سنه راح تنعكس الآية. الله يعطينا عمر يا رب، الله يعطينا عمر. وشغله مهمه يا جماعه، انه احنا بنعيش مرحله انتقاليه، دائما نحكي لكم اياها. نفس الموضوع كان ببدايات القرن العشرين لما كانت الناس عندها خيول، فكان الخيل هو بيمثل الإشي القديم والسياره بتمثل الإشي الجديد. احنا رايحين على منطقه تصير السياره الكهربائيه بتمثل الإشي الجديد، والسيارات ذات المحركات تاعت البترول او الديزل راح تمثل الإشي القديم اللي هو مختلف، اللي هو كولكتبل، بتصير هو الإشي النادر. يعني هلا اللي عنده فرس، هلا حصان وفرس، هلا غالي والله، غالي، وبده يكون عنده اسطبل، يعني بده يكون قصير، دليل غناء يعني. بس تعقيبا على النقطه، مشان قبل ما ننهيها، في موضوع مهم، كل سياره بالعالم مصنع بصنعوا سيارات بيساووا كود سكيورتي لانظمه السياره. صحيح. يعني مش اي واحد بيساوي هيك بغير انظمه الاحتراق او قوه البطاريه. لعبه بي ام دبليو هاي، بي ام دبليو اسهل سياره، اي واحد ببرمج السياره بيساوي الكمبيوتر لوك، فلما يعدلوا السياره ببطلوا قادرين يشيلوا التعديل تاع السياره. بالضبط. بدنا نشيل التعديل، مو قادرين يشيلوا التعديل. فكل شركه بتساوي سكيورتي. تسلا السكيورتي تاعها جدا قوي. انت الشخص اللي ببرمج السياره، ممكن هذا القصد تاع السؤال يعني بشق ثاني، انه واحد يساوي اعاده برمجه، انه مثلا انه انا ما بدي البطاريه تمشيني 500 كيلو بالفل، بدي استنفذ البطاريه تمشيني 300 كيلو، ولكن قوه السياره بدل ما تكون 700 حصان تكون 1000 حصان، فانا بستغل الطاقه الموجوده بالبطاريات بشكل سريع. كل شركات الكهرباء دائما بيساووا اعلى انظمه سكيورتي، انه انت ما تقدر تخترق هذا الشيء. يعني حتى جنرال موتورز بيساووا بكود اللغه مو موجوده، يعني ما حدش قادر انه برمجتهم الخاصه، برمجة كل كودرز تبعونه مهمه. فانت مشان توصل مرحله انا بدي اعدل البطاريه واعدل كيف الحراره تاعت البطاريه، لانه اكيد الورنتي الضمان تاعها حتى سيارات الكهرباء لازم حراره البطاريه تكون واصله حراره معينه مشان تعطيك الفول باور تاع السياره. يعني سيارات الكهرباء الناس فكر انه بارد حامي تسكي دائما قوي، لا، لازم تحمل البطارية توصل حرارة معينة بتقول لك تمام احنا هلا بتقدر، واذا تجاوزت هاي الحرارة حتضعف، راح تضعف. فالموضوع يعني كثير معقد، بده وقت كثير طويل. عمي عندك تسلا، حطوا لك انت شيء، عندك وضعي اسمه لودكروس وخلص. حط لا بس انت بتقدر تقوي اكثر. هلا انت بتحكي على تسلا ويمكن على بي 100 دي، بس افرض شخص عنده نيسان ليف واللي عنده الفيات ال 500 اي، كل شيء ماله داعي وخلاص امشي على شاسيس.
يلا نروح على السؤال اللي بعده. اسئله يا جماعه، ما هو الفرق بين الدفرنشال العادي والليمتد سليب دفرنشال؟ سؤال جميل. جاوب يا معلم يا ابو. قبل ما يدخل عليكم بموضوع البرنامج تاع الميكانيك الايزي ميكانكس، اعمل لهم انترو بشكل سريع. بشكل سريع، اي سياره بالعالم، نحكي مثلا دفع خلفي، دفع رباعي، في دفرنشال موجود بالخلف من اللي بخلي العجلات يلفوا، يعني العمود نقل الحركه للدرايف شافت مشبوك على شيء اسمه دفرنشال، العجلات الخلفيه بصيروا يلفوا. الدفرنشال العادي بيكون بسموه بالانجليزي اوبن ديف، يعني ممكن العجله اليمين يلف شوي، ممكن اليسار يصير يلف، هم بيلفوا العجلات مع بعض، ولكن الدفع بيتم من خلال واحد، الثاني بلف تلقائي. فمثلا اذا انت بدك تساوي انجراف او درفت على منعطف على اليمين، لما انت تحرك الستيرنج على اليمين وتدوس فول، العجل اللي داخل المنعطف اليمين اللي هو بيكون عليه الضغط هو راح يفرك لحاله، اليسار ما راح يكون يلف. فانت لو تطلع السياره من ورا راح تلاقي في عجل بطلع دخان واحد، والعجل الثاني ما بطلع دخان. يعني في كثير سيارات بتشوفوا انتم فيديوهات بيحاولوا يعملوا درفت، مثل تشارجر 6 سلندر، موسينج 6 سلندر، نيسان فيتك مثلا، الباترول، تلاقيهم داير واحد بفحط. هذا هو هي الفكره، اوبن ديف بيكون. هو اوبن ديف. هلا الديفرنشال بيكون ليميتد سليب ديفرنشال، بيكونوا العجلين بلفوا مع بعض، فهذا الشيء بعطي انه انت كنترول افضل، يعني الاوبن ديف بيساوي 5 بعدين بتحسه وقف. ايوه. الليميتد سليب اللي هو العجلين بلفوا مع بعض، بتضل تلف تعطي استعراض قد ما بدك. الموضوع اتطور بالعالم، صار في شيء اسمه إيدف اللي هو في كمبيوتر على الديفرنشال مربوط مع الكمبيوتر الرئيسي تاع السياره، فالسياره بتعرف انه رايحه يمين رايحه يسار حسب وضعيه القياده. فمثلا اذا بحط وضعيه قياده سبورت بلس او ريس او تراك، بصير ليميتد سليب 24 ساعه انه بفق مع بعض. بحاله ان انا بمشي على وضعيه الايكونومي انه انا ما بدي اصرف بترول، بيكون اوبن دف، انه ما في داعي اكون عنيف. انه لما الف مرات تسمع زي انه صوت طقطقه لانه العجلين بلفوا بزاويه ميل يمين يسار. فهي شرح سريع، احكي لهم طريقه كيف يعملوا من اوبن ديف ليميتد سليب. هلا في اصل طريقه اللي بيحكوا تلحيم الديفرنشال، لحم الدف. هذا مش كل الدفرنشال، او مو كل الديفرنشالات تقدر تلحمها على حسب فيك لتشار. انت هذا راح تشرحه بايزي ميكانكس. بايزي ميكانكس ان شاء الله. هذا احمد، هذا ابنك احمد. ضل يخرب حلقات دردشه. لا ما خرب. سؤال قوي جدا يا جماعه، اعطينا اول سياره اختبرناها بعرب جي تي. مستحيل. ايام جديد السوق ولا تست درايف؟ جديد السوق. مين بتذكر جديد السوق؟ على فكره ما كان اسمنا اصلا عرب جي تي، عرب موتورز. هيك اختصار الموضوع، احنا بلشنا يا جماعه، الناس اللي بتابعونا يعني بتابعونا من مده قصيره، من فقط عرب جي تي ما بيعرف احنا كيف بدينا. احنا بدينا من 11 سنه. القناه الموجوده انتم بتابعوا عليها هلا على اليوتيوب، بدات انشاناها ب 26/5/2009، يعني قرب الانيفرساري لرقم 11 تبعنا. بعد كم يوم بدينا كقناه فضائيه على التلفزيون، كنا نبث على قمر العرب سات وعلى النايل سات، كان اسم القناه عرب موتورز تي في. بعدها طبعا بلشنا بالبث تقريبا سنتين ونص، بعدها انتقلنا حولنا كله للديجيتال، غيرنا اسمنا لانه كان الاسم عرب موتورز تي في دوت تي في، حتى الدومين تبعنا، فغيرنا الدومين صار سبيد دوت كوم، كان متخصص بالسيارات. حكينا انه الناس كلها حولوا على الاونلاين، فبدل ما نضلنا على التلفزيون لحالنا احنا وقنوات الثاني وقنوات الشات، حولنا حكينا لا خلينا نلحق الركب. وكنا بنفس الوقت احنا 2009 كنا نحمل اصلا حلقات على اليوتيوب ونعرض على الفيسبوك، وكان عندنا تويتر اكاونت، والويب سايت كان تبعنا كثير اكتف. لسه موجودين كله، وكله هذا موجود، يعني انتم بتحضروا عليه، هذا بلش هناك كمان. اول سياره اختبرناها كانت في دبليو، في دبليو الجولف ار. جولف ار، سبحان الله. الفي دبليو معنا قصة، حتى في برنامج تيست درايف أول حلقة أنت صورها. كان أنا بحكي لهم السر، أنت مش رح تحكي لهم القصة كاملة. أول حلقة عملنا كاستنج فيها لكريم كانت سيارة الفي دبليو الشيروكو آر، كان لونها أخضر. أذكرها؟ أزرق؟ أزرق. اللي صورناها أول عادية كانت خضراء، اللي أنت صورتها صح لونها أزرق، وما طلعت الحلقة من الزبالة. كان أداؤه مستحيل، مو متلبك على الكاميرا، مو قصة متلبك، انه ما كنت عارف انه مو كان سالم، انه شو بدنا نعمل، يعني على اساس شكلك كنت بالبوغاتي كان احسن. لا تطخني بطخك. طب لا لا تطخني. على فكرة انا بتحدى الجمهور يعرف اول حلقة انا قدمتها. هاي صعبة شوي، هاي صعبة. على فكرة مصعب كنا نقنعه دائما، يا اخي قدم يا اخي قدم. لا 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 انا الجولف ار اللي هلا راح، اللي شفتوا المقطع هلا للجولف ار لاول حلقة، على فكرة انا كنت سايق السيارة بس ما كنت احكي، كانت اغلب حلقات جديد السوق انا اللي اكون على فويس اوفر تسجيل، كان فويس اوفر الله يذكره بالخير اشرف فارس، هلا صار مذيع براديو بالامارات هون. وكان بعدين احمد الحربي الله يذكره بالخير كمان، هو لهلا معانا بسجل الصوت. حبيبي الحرب نوجه لهم الف تحيه. هاي كانت اول حلقه جربناها. طبعا الحلقه احنا حملناها على اليوتيوب اعتقد بشهر 11 2011، يعني من 8 سنين.
بس هو كان في ولكن هي يعني. كانت مصوره كتير قبل يعني كانت مصوره بدايات 2011 لا لموديل اللي مصورينها يمكن حتى يمكن نهايه 2011 لانه كنا نعرض على التلفزيون بعد ما خلص نستوفيها كامل الحلقه نروح نحملها بعدين على اليوتيوب. وهو اصلا في كان برامج واشياء تانية تطلع على التلفزيون. اليوتيوب نعم. وحتى على اليوتيوب انه قبل تجارب السيارات هاي نعم. اول تجربه انه نعم. تجارب تفصيليه نعم. كانت هاي ابرز الاسئله يا شباب. يعني في كثير اسئله ثانيه بصراحه. في سؤال على سيارات شكودا هذا السؤال ذبحونا فيه الجمهور. ليش ما نجرب سيارات ليش شكودا؟ ما تجربوا سيارات أوكي. شكودا شكودا لانه الوكيل ما بوفر سيارات صراحه مشان هيك احنا ما بنجربهم. شكودا سوبارو سوزوكي يعني هدول ثلاث شركات يعني سيات نعم. سيات بعدين في شركات ستروين مثلا ستروين مو موجوده اصلا بالامارات في سيارات ولكن ما بنشوفها بالشارع ما بنشوفها يعني. مو بمنطقتنا مو موجوده. بس تعرف شو الخطه؟ الخطه ان شاء الله انه نزور حبايبنا متابعينا في بعض الدول اللي عندهم هاي السيارات مثل مصر ان شاء الله بالعراق بالاردن وكذا يعني في عندهم بالمغرب العربي ان شاء الله بنجرب هاي السيارات عندكم. هاي الخطه ان شاء الله كانت خلال سنه 2020 صراحه شفتوا الظروف الظروف كانت اقوى من الجميع فان شاء الله يعني بتعدي وبنزوركم بكل مكان وبنصور هاي السيارات في بلادكم معاكم ان شاء الله. بكفي اعتقد هيك ان شاء الله بنشوف الحلقه الجايه اليوم اسئلتكم باس المنتدى ask.arabgt راح نجمع شويه اسئله ونرد عليكم. وبيع وشراء السيارات موقعنا الجديد بدنا دعم الجمهور بدنا دعمكم كلكم. اي واحد بيحضر الفيديو ابعت على الواتساب لكل زملائك لكل اصحابك اي شخص خذ لك لفه سياره خذ لك لفه ارفع سيارتك وان شاء الله يكون ادخل راح نسجل عندك حساب يعني يس. على فكرة هذا الوقت المناسب تشتري سيارات لأنه في لقطات في ناس الله يدور حد مضطر يبيع سيارته في سيارات أسعارهم رهيبة ما شفت كم سيارة شوف الموقع وسعر سيارتك كم. شكرا لكم شكرا لمشاهدتكم إن شاء الله الأسبوع هذا عندنا حلقات نارية إن شاء الله علي صوت قولهم يا بصوت عالي لايك شير سبسكرايب بس ما كنت قاطع العالمية بس العرب ما عرفتي شفتم حلقة زين إن شاء الله ربي يحفظك. سلام عليكم. سلام عليكم.